اهي بوسي معاكي يا مدام. طيب حلو. الو، ايوه يا بوسي، مرحبا. ازيك؟ انا عايزه اعمل سوشي رجاء لماما. انا عايزه ليه ماما كل يوم يقولوا لي ماما هترجع وهي ما رجعتش. عايزه اعمل سوشي زي ما يقولوا له كل الناس بيرجعوا ماما. امك سلامي، عايزه ارجع امك سلامي. يا رب يا بوسي ماما ترجع لك بالسلامة، ويا رب الرئيس السيسي يكون سامعك، وربنا قبل الكل سامعك يا بوسي، واحنا هنصلي عشان ماما ترجع لك يا رب بألف سلامة. كلنا بنحبك يا بوسي، وان شاء الله ان شاء الله ربنا مش هيرضى بان الموضوع ده يستمر، ان شاء الله ماما ترجع لك يا رب. عايزة تقولي حاجة تاني؟ انا عايزه اكون لعم سيسي اللي يرجع لي ماما، بس مش رجع عايزه لي حد ماما غير بس. ماما. طبعا يا حبيبتي، ربنا معاكي يا بوسي، ربنا معاكي حبيبتي، ويا رب يا رب السيسي يسمع الرسالة دي، وزي ما قلت لك هننشرها، ونخلي يا ريت الكل ينشر رسالة بوسي توصل للسيسي. بوسي عايزة مامتها رشا، طمنوها على مامتها وخلوها تشوف مامتها، ما تحرموش البنت من مامتها.